عودة لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. الآن موعدنا مع صندوق الدنيا من المصري اليوم. طبعا كلنا عارفين لعبة البلياردو، ومعروف انها بتتلعب باستخدام عصاية، لكن حد فينا جرب قبل كده انها تتلعب بالرجلين؟ التقرير اللي جاي هنشوف فيه زميلنا احمد حسين وتقرير اللي عامله عن السنوك بال. سنوك بول دي عباره عن بلياردو بس بتتلعب بالرجل بنفس قوانين البلياردو بالظبط. الفرق ما بينها وبين البلياردو ان هي دي بتتلعب برجل بدل ما بتتلعب بالستيكس. ونشأة اصلا اللعبه دي كانت نشأتها في فرنسا، كان اتنين رجال اعمال دول كانوا اول اصحاب الفكره ان هم يعملوا حاجه جديده، ان هم يعملوا اختراع جديد للعبه بتتلعب بالرجل بدل ما بتتلعب بالستيكس. الفكره بدات في فرنسا، وبعد ما بدات في فرنسا راحت اسبانيا، وبعد كده انتشرت من اسبانيا راحت ايطاليا، وبعد ايطاليا راحت المانيا، وبعدها البلجيك. بعد ما راحت بلجيكا كانت مصر هي سادس دوله تنزل فيها اللعبه دي. ابتدت تنتشر هنا في مصر، ليها شعبيه جامده جدا في الناس اللي بتحب لعبه البلياردو والناس اللي بتحب لعبه الكوره، لان هي بتجمع بين الاثنين، بلياردو بنفس قوانين البلياردو بالبوكيت بتاعت البلياردو بنفس الكور بارقامها بالوانها بنفس مقاسات الملعب بس بتاع البلياردو بس على اكبر شويه. ابتدت اللعبه دي تنتشر في مصر ما بين محبين البلياردو ومحبين كره القدم. وبعد ما انتشرت هنا في مصر حاليا جينا هنا في نادي وادي دجلة، كان هنا اول انتشار لينا في وادي دجلة ان احنا ننزل نحط الملعب في مكان فيه شعبية للرياضة وفيه شعبية للكورة يليها شعبية للبلياردو. والحمد لله بعد ما نزلنا هنا في النادي لعبة لقت اعجاب ناس كتير جدا، وابتدت يلعبها الشباب كبار وصغيرين واطفال. السنوك بول عجبتني جدا، لقيت فيها بتجمع ما بين الكوره وما بين البلياردو، فحبيتها يعني، خصوصا ان هي قوانينها سهله، هي تقريبا نفس قوانين البلياردو بس بتلعب بالرجل وكده، فحسيت ان هي لعبه لذيذه. من أبرز الحاجات اللي بيركز عليها الغرب هو تنمية مواهب وهوايات الأطفال الصغار لحد ما يوصلوا للنجومية اللي هم عايزينها، زي الثنائي الراقص اللي هنشوفه دلوقتي. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. دكتورة غدا، يعني عندك تحليل منطقي جدا انا شايفاه على الفيديو. العيال دي ما بتذاكرش، العيال دي ما بتذاكرش والله، دي مش فالحه في التعليم دي يعني. انا احنا بنصبر نفسنا لا لا يعني. لا لا، لعلمك انا بنزعج بشده من الحاجات دي بالذات. في دلوقتي حد برضو محطه بتذيع مسابقه اطفال مواهب الاطفال، انا بنزعج بشده من الحاجات اللي بتستهلك وقت الاطفال بهذا الشكل. اكتشفوا المواهب وكل حاجه، بس روحوا لهم في المدارس، لكن ما تزغللوش عينيهم بحيث ان هم يحسوا الشهره والنجوميه والمنافسه. بالظبط، انت كده بتفسد طفولتهم، بتفسد لهم احلى سنين عمرهم، بتضيع عليهم فرصه ان هم يعني الطفل المفروض يبقى عايز يطلع دكتور ولا مهندس، انما دي عايز تطلع رقاص
وده عايز يطلع رقاص. يعني ايه ده؟ يعني ده رايك يا دكتور غدا؟ بس باص. اعتقد انه في بعض الثقافات فكره ان الطفل يطلع اي حاجه بيحبها دي حاجه مقبوله ومتاحه في المجتمع. بس لا، في مرحله معينه لازم يبقى فيه عشان حتى يتعلم الاولويات، فقه الاولويات، كل وقت وله اذانه، يتعلم ان هو في المرحله دي لازم يذاكر، بعد كده يبتدي يشوف هوايته، بعدين يوازن ما بين هوايته ولا دراسته ولا مهنته. يعني ده هنا بيحصل خلل في نموه النفسي على فكره. شفتي بقى؟ هنروح دلوقتي مع بعض ومع اختلاف الآراء في الفن بكل أشكاله، اللي هنشوفه دلوقتي نوع جديد من الفن، هو مش بس رقص لكنه استخدام مبهر للإضاءة. تعالوا نشوف. والآن ميعادنا مع أسعار العملات. دولار أمريكي شراء 7.78، بيع 7.83، يورو 8.46، 8.55، استرليني شراء 11.8، 11.20، ريال سعودي 2.7%، 2.8%، درهم إماراتي 2.11، 2.13. ودلوقتي حالة الطقس. القاهرة 18.9، الإسكندرية 16.8، شرم الشيخ 21.16، الغردقة 22.12، الأقصر 20.6، أما في أسوان العظمى 12 والصغرى 6. وصلنا لختام نشرة مصر اليوم من القاهرة والناس. شكرا يا دينا. شكرا شيماء. شكرا دكتور غادة. شكرا لكم للسادة المشاهدين. أشكرك غادة. النشرة جديدة وبعد قليل تلتقون مع إبراهيم عيسى.